رحب فيكم من جديد مشاهدينا، ورحب مجددا واتابع الحوار مع ضيفي الاستاذ سركيس نعوم الصحفي والكاتب السياسي. اهلا وسهلا فيك استاذ سركيس. من جديد خلينا نفوت الى موضوع الامارات اليمني، كان لافت يعني لافت على الارض ولافت ايضا بالحركه اللي صارت. الامارات تسحب العمالقة من حريب جنوب مأرب نحو عتق أو شبوة مقابل أمن الإمارات. طيب هون تحس ما في بالانس بالموضوع أمام إنه هذا التهديد يلي قام به الحوثيون أو وجهوا الحوثيون أول شيء ضربتين كانوا قاسيين، التهديد نحو ما يسمونه ساحل الزجاجي، يعني إنه بتهر بسرعة أبو ظبي كلها مش مبنية على يعني مبانيها زجاجية، وهيك هيك عاملين المعادلة. ولكن الأخطر من هيك هو على الرغم من كل الوعود اللي صارت والانسحاب وسحب العمالقة وكل هذا الأمر، لا يأمن اليمني جانب الإماراتي لأنه بيعتبر أنه كان في وعود بالسابق نفضت إيد الإمارات من موضوع الحرب ولكن عادت صحيح. ودخلت مجددا، ولكن رغم التأكيد الإيراني وتأكيد حزب الله بلبنان أنه مش كل شيء بيعمله الحوثي هو يعني نتيجة يعني برضا إيراني أو لا أنه الحوثي أحيانا يتصرف ويتخذ قرارات ويعمل عمليات بدون ما يراجع الإيرانيين. أولا أنا بشك بهذا الأمر، خصوصا بقضايا بتتعلق بشيء بيورط الإيراني أو يعني يحسب على الإيراني. هون بدي أحكي بشغلتين. صدق. بدي بلش بالأول أقول أنه الإمارات العربية المتحدة هذه الدولة العربية الوحيدة يلي دخلت بالقرن 21 فعلا، وهي الدولة الوحيدة يلي ساعدها يعني ما ساعدها على هذا الأمر على هذا الإنجاز هو أولا أنه شعبها ليس كبير العدد، ما بعرف إذا مليونين أو أكثر. وبالتالي يعني صار في جهد كبير علم وثقافي واللي بدك اياه، والمصاري موجوده والرؤيه موجوده عند حكام الامارات. طبعا الرؤيه الاساسيه كانت عند زايد الله يرحمه، ولكن كفوا هن بهذه الطريق. هون مشيوا وصلوا للعالم 21، العرب بعضهم كانه بالعشرين يعني او باول العشرين، بس بنفس الوقت راحوا باتجاه تاني وهو تقوية القوة العسكرية للإمارات. هلأ مش غلط، يعني كل دولة بحاجة لعسكر، بحاجة لقوى أمن ومعهم مصاري، بحاجة لسلاح، لحتى أنت دولة صغيرة ممكن يطمع فيك القريب والبعيد والقريب والشقيق وغير الشقيق، ولذلك بدك تدافع عن نفسك بالسلاح وبنفس الوقت بالاتفاقات اللي بتعمليها مع القوى الكبرى إقليمية أو دولية. هذا أمر كمان عمله الشيخ محمد بن زايد ولي العهد، وبالتالي صارت دولة الإمارات دولة قادرة أن تتدخل في عمليات عسكرية، أكيد مش حروب كبيرة، عمليات عسكرية بمناطق محددة، وصار عندها هذا الأهم، صار عندها استراتيجية أنه هي دولة لأنه عندها أشغال كتير، يعني حجم الشغل تبعها والاقتصاد كبر لدرجة أنه صار بده حماية مش بس من الخارج، بده حماية، فصارت مثلا قربت على جزيرة سقطرة وصار بده نوع من الوجود بالبحر الأحمر. كله هيدا مفهوم، ولكن بالنهاية أنا برأيي كان أفضل للإمارات إنه بالموضوع العسكري تكفي نفسها للدفاع عن نفسها بشكل كتير كبير، وبنفس الوقت في عندها حلفاء وفي ارتباطات ومعاهدات بيساعدوا بهالموضوع، في عندها أشقاء. مش واضحة. ولكن لحظة، مش واضحة، يعني تكتفي بترسانتها أو بالتسلح للحماية. للحماية. يعني عم تقول طبعاً. يعني عم بتقول إنه ما كان لازم تفوت بحرب؟ أنا برأيي دخولها بحرب اليمن مع المملكة العربية السعودية عزز عند القيادة تبعيتها
الاعتماد إلى جانب التطور والتكنولوجيا والقرن 21 والاقتصاد، أنه هي عندها قدرة أيضا على القيام بعمل عسكري وتوسيع مداها الحيوي. لأنه بهاي الحرب بالذات عملت هي بين مزدوجين إنجازات بالجنوب. المملكة العربية السعودية مع الجيش اليمني رغم القوة الجوية والتحالف الدولي كان دائما ينقال بالدوائر الغربية أنه القتال يلي تديره الإمارات العربية المتحدة ناجح في اليمن، في حين أن القتال الذي تديره وتشرف عليه المملكة العربية السعودية لم ينجح بما فيه الكفاية لأسباب كثيرة، من سوء استعمال بعض الأسلحة، ويعني دولة صحيح كبيرة أدت إلى مجازر يعني برأيك. فبالنهاية اضطرت اليمن الإمارات لأنه أجاها تهديد أول مرة، وكمان لأنه صار في نوع من التنافس ظهر في الإعلام بين الإمارات وبين السعودية، وصار في صحيح بيضلوا حلفاء وأشقاء، ولكن بيصير أنه أنت دولة صغيرة طلعتي أهم مني عسكريا بحرب اليمن. بس شو اللي كان يخلي الإمارات كل ما تأخذ القرار بالانسحاب أكثر من مرة من الحرب وتقول خلص ما بقى تدخل بالحرب أن تعود؟ وهيدا يلي خلق عدم الثقة اليمنية بالقرار الأخير بالانسحاب. أول شيء يعني بدك تقولي أنت عدم الثقة اليمنية، مع احترامي للحوثيين اللي هني مقاتلين من نوع مختلف عن كل شيء منشوفه بالعالم العربي، ولكن خلينا نقول خلى إيران، لأنه بالنهاية القرار بهذه المواضيع هي لإيران. ما كانت قادرة الإمارات بعد ما فاتت هالفوتة تتراجع 100% وتترك، يعني بده يصير فيه نوع من العداء بين المملكة وبين الإمارات، علما أنه بالزمان وقت الشيخ زايد الله يرحمه كان موجود كان في مشكل حدودي بين الإمارات والسعوديين. صحيح. لا يخلصوا الإماراتيين أنه نحن بدنا نخلص في كذا ألف، أكثر من 70 يمكن أو 60 ألف، لا يعني بس عدد يعني مساحة كبيرة تخلوا عنها للسعودية طوعا كانت عم تطالب فيها لحتى ما يعملوا مشكل مع السعودية. بالنهاية هي الشقيقة الكبرى. أنا كتبت مقال بهذيك الفترة وأنا بعدني مقتنع فيه، هلأ مقتنع فيه أكثر، لأنه أولا الواوا بلش يوصل على الإمارات. المملكة العربية السعودية تستطيع تحمل حرب من هذا النوع وكل يوم 20 صاروخ و20 مسيرة، مليونين كيلومتر مربع على الأقل، يعني ثروة هائلة، 20-30 مليون إنسان، أرض واسعة، إمكانات مادية قد ما بدك، نراح 10 ونراح 5 ونراح برج ونراح، مش هيدا وضع الإمارات، هيدا مش وضع الإمارات، لأنه خاصة أنها مبنية على ركيزة الاقتصاد والاستثمار. صحيح. والسياحة وهي والتكنولوجيا والإمارات هي كانت مركز، ما هي بتوقفي على الشط إذا صافي الجو بتشوف الشط الإيراني من تاني ميل، كانت هي الدولة يلي من خلالها كل عمليات تزويد إيران بالمواد المفروض خصوصا الأغذية والأدوية اللي ممنوع أن توصلها بواسطة العقوبات كانت تجي عن طريق الإمارات. كان في شي 3500 شركة شغلتها هيدا الموضوع مركزها الإمارات، ضغطوا الأمريكان بالمرحلة الأخيرة عليهم فاضطروا يسكرون للشركات ونقلوا هاي الشركات، نقلت إلى تركيا. فلذلك أنا بحب الإمارات، وأنا من زمان بقول أنا إذا ما قدرت عشت بلبنان أو شحطوني من لبنان ما بروح على أوروبا ولا بروح على أمريكا، مع أنه عندي أصدقاء كتير، بروح بعيش بالإمارات. أولا دولة عربية، اثنين بتشبه كتير لبنان بحياتها بطريقة عيشتها وكذا، وما في حدا بيتنمر عليك كل يوم وكل ساعة. بعدين طبعا هلأ في ناس بيعتبروا أني أنا عم مسح جوخ، أنا ما مسح جوخ. أنا إذا مثلا في ناس بلبنان حتى أحيانا مسلمين إذا فاق الساعة 4 الصبح فيقني الأذان. أنا إذا كنت سهران من زمان، من كنا نسهر شباب لثلاثة 4 الصبح، أرجع على البيت أنا وعم نام اسمع القرآن من بعيد ارتاح. يعني أولا أنا عربي، لغتي هي لغة القرآن، لبناني أولا وعربي أولا
ومسيحي قبل الكل، ولكن هؤلاء كلهم ما لهم محل، المحل الأساسي هو الولاء للوطن. فلذلك نصحتهم مرة للإماراتيين، وهلأ برجع بنصح، أنتم يجب أن يكون دوركم طبعا الاقتصاد والعلم والثقافة كفوا، ولكن أنتم يجب أن يكون دوركم الإقليمي وربما الدولي مثل الدور اللي بتقوم فيه سلطنة عمان. عمان توفيقي، يعني توفيقي. شيخ صلح مع تحييد. بالنهاية شو اللي حمى سلطنة عمان؟ هذا الموضوع، وانتم قادرين تعملوه، عندكم كفاءات وعندهم مثقفين وعندكم مصاري واثبتوا، يعني كمان ما انه تقعدوا وتقولوا نحن ما بدنا جيش لانه مثل ما عمل لبنان بالزمن، ما بدنا جيش لانه في مين يحمينا، لا اخي اعملوا جيش، كل شيء بتحتاجوه اعملوه، بس بالنهايه استعملوه بالمكان، ما شغلتكم هيدي قصه الحرب، ما شغلتكم.